سورة الماعون سورة مزلزلة. أرأيت الذي يكذب بالدين، لاحظ يكذب، فذلك الذي، شوف أول ما ذكر الله يدع اليتيم. الدع هنا ممكن يعني الدفع باليد، وهذا معناه الجفاء في التعامل، اللامبالاة، فقدان الحب، العاطفة. الناس لا يمكن أن يعيشوا إلا بذلك، بالحب. ويمكن أن يكون معنى يدع اليتيم يعني يدفعه عن حقوقه، لأن اليتيم هنا في المجتمعات الظالمة يكون من دون سند، من دون حماية، ولذلك يعتدى عليه ويؤخذ حقه أو تبخس مصالحه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في السورة نفسها وعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن هنا رياء، يمكن ينفق الإنسان لكن من أجل أن يذكر، ويمنعون الماعون يعني لا يعطون، ليس لديهم القدرة على التطوع، على العطاء.